بتبدأ الحكاية مع ساحرة اسمها كيلين، واللي بتكون بتتدرب على تعويذة جديدة هي والغراب بتاعها إبراكسز. لكن كل ما بتجرب التعويذة بتفشل إنها تنفذها صح، ومرة بتوقع مشابك من السماء ومرة تانية معالق، وده بيخليها تتضايق وتدخل البيت. وبتكون متضايقة أكتر إن النهاردة ليلة ويلي بريج وهي مش معزومة، وإبراكسز بيقول لها ليلة ويلي بريج بيتعزم فيها الساحرات الكبار في السن بس، لكن انتي لسه صغيرة وعندك 127 سنة بس. فبتقول له ان عندها 127 سنة وشهرين و22 يوم، فبيقول لها انها تعتبر برضو لسه صغيرة بالنسبة لهم. وكيلين بتكون متضايقة جدا، وبتقول له انها لازم تلاقي حل تروح بيه بروكن ماونتن وتنضم للساحرات في ليلة ويلي بريج، حتى لو هيكون ده اخر حاجة تعملها في حياتها. ولما بتدخل تنام بتفضل تفكر ممكن تعمل ايه، وما بتلاقيش حل احسن من انها تقوم تروح، وما بيفرقش معاها ايه اللي ممكن يحصل هناك. وبتقول لابراكسس انها هتدخل وهم بيرقصوا وهترقص معاهم ومحدش هياخد باله منها، وإبراكسس بيحذرها ان ده خطر وممكن يسبب لها مشكلة كبيرة، لكنها مش بتهتم. وفعلا بتقوم وبتاخد المقشة بتاعتها وبتطير على هناك وبتدخل ترقص وسطهم، لكنها بتقابل هناك عمتها واللي بتكون واحدة من الساحرات الكبار اللي في الحفلة. واول ما بتشوف كيلين بتسألها بتعمل ايه هنا، فبتقول لها كيلين انها عايزة تنضم ليهم وبتطلب منها ما تقولش لحد، لكن عمتها بتنادي على كل الساحرات وبتقول ان في دخيلة في وسطهم. وساعتها كلهم بيتجمعوا وبتيجي الزعيمة بتاعتهم، وكل الساحرات لما بيعرفوا ان عندها 127 سنة بس بيفضلوا يتريقوا عليها ويضحكوا وبيقولوا عليها لسه طفلة. لكن كيلين بتقول لهم انها تقدر تثبت لهم انها قوية وينفع تكون واحدة منهم. وساعتها بتقول الزعيمة انها ممكن تسمح لها تنضم لهم السنة الجاية، بس بشرط تثبت انها تستحق تكون ساحرة كبيرة زيهم. وبتنادي على واحدة من الساحرات علشان تجيب الكتاب الكبير، وبيكون كتاب ضخم جدا لدرجة ان الساحرة مش قادرة تشيله، وبتديه لكيلين وبتطلب منها تحفظ كل التعويذ اللي فيه علشان لما تيجي ليلة والبراج السنة الجاية تكون مستعدة. لكنها بتعرفها انها لو فشلت هتتمنع من ممارسة السحر تاني بقية حياتها. وقبل ما كيلين تمشي بتروح عمتها للزعيمة وبتقول لها انها اقتحمت الحفلة بتاعتهم من غير دعوة ولازم تتعاقب على كده علشان محدش يعمل زيها، وبتقترح عليها ياخدوا منها المقشة بتاعتها علشان تفضل ماشية لمدة 3 ايام وليالي علشان ترجع بيتها. والزعيمة بتوافق وبتقول لكيلين انهم هياخدوا منها المقشة بتاعتها، وكيلين بتكون خايفة وبتقول لها انها كده مش هتعرف ترجع البيت بسهولة. لكن الزعيمة بتقول لها ان الحكم صادر خلاص، وبتاخد المقشة وبتحرقها. وفعلا بتمشي كيلين والطريق بيكون طويل والكتاب اللي معاها تقيل جدا، لكن بعد 3 ايام وليالي بترجع البيت وبتقعد مع إبراكسس وبتقوله انها متضايقة من عمتها وبترسم وشها على شكل خنزير. لكن إبراكسس بيقول لها انها لو عايزة تنتقم من عمتها بجد يبقى تذاكر التعاويذ دي وتثبت انها فعلا ساحرة قوية وتنضم ليهم. فبتقوله ان الكتاب ده عقاب لان في حوالي 8000 تعويذة لازم تذاكرهم كلهم. فبيقول لها إبراكسس ان ده مش عقاب وان دي احسن حاجة هتعملها في حياتها، لانها بعد السنة دي هتكون فعلا ساحرة قوية بعد ما تعرف التعويذ دي كلها. وفعلا بتتحمس كيلين وبتبدأ تتدرب على التعويذ، وبيكون الموضوع صعب في أول تعويذة، وبتطلع ودن أرنب ليها والإبراكسز وبيفضلوا يضحكوا هما الاتنين. بعدها بتخرج على الغابة وبتشوف ستات بيجمعوا حطب، وبيجي مسؤول الغابة الضابط فوستر وبيقول لهم إن تجميع الخشب ممنوع، والستات بيفضلوا يقولوله إن مفيش عندهم خشب علشان يولعوا بيه نار. وساعتها بتتدخل كيلين وبتستخدم سحرها على الضابط وبتخليه يوافق، وهو بيكون مستغرب هو ازاي يوافق على الكلام ده. فبتقول له ان السله اللي معاها دي تقيله قوي، فبيقول لها انه هيشيلها لها لحد البيت عادي جدا، وبرده بيستغرب هو ازاي قال لها كده. ولما بيوصلوا البيت بتقول له يسيب الستات يجمعوا الحطب اللي هم عايزينه، والستات كلهم بيكونوا فرحانين، وكيلين هي كمان بتكون فرحانه بنفسها وبتقول انها لازم تعمل عمل خير كتير وتساعد الناس كلها. وبعد شويه بتروح على السوق علشان تشتري مقشه جديده، وبعد ما بتخلص بتشتري حلويات وبتمشي، وبيكون في طفلين هما فيرني وتوماس واقفين عند محل الحلويات، وبيتفاجئوا ان جيوبهم بقى فيها حلويات، فبيحسوا ان الست دي عندها قدرات.
قدرات غريبة وإنها ساحرة، وبيقرروا يفضلوا يراقبوها. وبعد ما كيلين بتمشي بتشوف بنت في السوق بتبيع ورق على شكل ورد ومحدش عايز يشتري منها، فبتستخدم سحرها وبتخلي فيه ريحة جميلة والسوق كله بيتلم عليها، وكمان بتخلي الورد بتاعها ما يخلصش مهما باعت منه. وبرضه بيكون فيرني وتوماس بيتفرجوا عليها وبيفضلوا يراقبوها لحد ما بتركب المقشة وبتطير. وبعد شوية بترجع على البيت وبتكون قاعدة زهقانة وبتقول لإبراكسس إنها عايزة تعمل تعويذة صغيرة بس، فبيقول لها إن النهاردة الجمعة وممنوع تستخدم السحر، ولو حد عرف هيبلغ عنها وهتتمنع من ممارسة السحر طول العمر. وأثناء ما هما بيتكلموا بتشوف طفلين وهم فيرني وتوماس بيخبطوا على باب البيت عندها، فبتدخلهم وبتقدم لهم عصير وبتسألهم بيعملوا إيه هنا، فبيقولوا لها إنهم تايهين. وساعتها بتعرض عليهم تقدم لهم أكل علشان أكيد جعانين، لكن فيرني بتقول لها إنها شافت اللي حصل في السوق وبتسألها إذا كانت ساحرة ولا لأ. وتوماس بيقول لها ما ينفعش تقولي كده وبيعتذر لكيلين، لكن كيلين بتقول له إنها فعلا ساحرة وبتخليه يطير بالكرسي بتاعه. فبتفرح فيرني جدا وبتطلب منها تخلي الترابيزة تطير لحد السقف وتخلي كمان حوض الاستحمام فيه لبن وعسل، وفعلا بتعمل كل الكلام اللي قالوا عليه وبيكونوا كلهم فرحانين. لحد ما فجأة بتوصل عمة كيلين والأطفال بيستخبوا منها بسرعة في دولاب صغير، وبتفضل عمتها تسألها ليه الشبابيك مقفولة والترابيزة طايرة، وبتسألها لو كانت بتعمل تعويذ يوم الجمعة، لكن كيلين بتقول لها إنها مش بتعمل سحر وإنها بس كانت بتنظف الشقة. فبتفضل عمتها تدور على أي دليل، وفجأة بتسمع صوت حد بيعطس في الدولاب وبيكون ده توماس، فبتروح تفتح الدولاب بسرعة لكنها بتتفاجئ بإبراكسس بيطير في وشها، وعلى طول بتجري كيلين تقفل الدولاب قبل ما تشوفهم. وعمتها بتفضل تقول لها إن الحيوان الأليف بتاع الساحرة لازم يكون قطة مش غراب، وبتحذرها إنها تعمل أي حاجة ممنوعة وبتسيبها وبتمشي. وأول ما بتمشي بتروح كيلين بسرعة تخرج فيرني وتوماس وبتقول لهم يرجعوا البيت قبل ما تشوفهم. وأول ما بيمشوا بيفضلوا يتكلموا مع بعض إن شكلها ساحرة طيبة وإن الست التانية اللي جت زارتها هي اللي شكلها شريرة. وفي الوقت ده بنشوف إن عمتها كانت مستخبية ومراقباهم وبتسألهم لو كانوا عند كيلين ولا لأ، لكن فيرني وتوماس بيخافوا منها وبيجروا بسرعة. وبتعدي فترة من وقتها وبنشوف كيلين كل يوم بتتدرب على التعويذ علشان مستواها يتحسن، لحد ما بيجي الوقت اللي الدنيا بتمطر تلج، فبتنزل السوق علشان تلعب مع الأطفال، وهناك بيكونوا البنات عاملين رجل تلج وبيلعبوا وبيغنوا، فبتدخل كيلين تغني معاهم وبتلعب وبتكون مبسوطة جدا، لحد ما بيجي ولد وبيكون عايز يدمر رجل التلج. وساعتها كيلين بتستخدم سحرها وبتخلي رجله تتعلق في الأرض ويقع، وبتوقع عليه تلج كتير علشان تخليهم كلهم يضحكوا عليه، وكمان بتخلي رجل التلج يتحرك ويغمز له. وطبعا الولد بيخاف وبيمشي وبيكون زعلان جدا، واللي حصل ده بيخلي كيلين تحس إنها زودتها شوية، وبتفضل مراقبة الولد لحد ما بيرجع البيت. وهناك بتشوف إن بابا بيضربه وبيعامله بطريقة وحشة، فبتروح تتكلم معاه وبتقوله إنها ممكن تساعده، لكنه بيرفض يتكلم معاها في الأول. بس لما بيطمن ليها بيقول لها إن بابا بيدخل مراهنات كل يوم وده مخليه يخسر كل فلوسه، وعلى طول متعصب وبيضربه، فبتقوله كيلين إنها هتساعده. وفعلا في نفس اليوم بالليل بنشوف بابا وهو في صالة وبتكون فيه مراهنات على لعبة البولينج، وبمجرد ما بيجي عليه الدور وبيرمي الكورة بتتحكم فيها كيلين وبتخليها تغير مسارها، ولما بيحاول مرة تانية بتتحكم كيلين في قوة الكورة وبتخليها تكسر الخشب اللي في الصالة، ولما بيحاول مرة تالتة بتتحكم في الكورة برضو وبتخليها تهاجمهم. وساعتها أصحاب الصالة بيطردوه برا وبيقولوله ما يجيش يلعب عندهم تاني. وفي الوقت ده بيتدخل الولد وبيروح يساعد بابا، وبابا بيفضل يعتذر له وبيقوله إنه مش هيجي المكان ده تاني وهيرجعوا يلعبوا مع بعض زي زمان. فبيبص الولد على كيلين وهو مبسوط، وهي بتكون فخورة بنفسها جدا، لكن المشكلة ان عمتها بتكون بتراقبها وبتسجل عندها كل حاجة. وبعد شوية بترجع البيت وبتتفاجئ ان إبراكسس عامل لها عيد ميلاد بمناسبة انها تمت 128 سنة، وبتكون فرحانة جدا وبتقوله ان وقت الاختبار خلاص جه،
وفعلا تاني يوم بتيجي عمتها وبتقول لها ان اختبارها هيكون النهاردة بالليل وبتعرفها المكان اللي هيتقابلوا فيه. ولما بتروح كيلين بالليل بتشوف كل الساحرات موجودين والزعيمة بتبدأ الاختبارات وبتخليها تستخدم الرياح وبتنجح في اول اختبار. بعدها واحدة تانية بتخليها تعمل برق ورعد وبرضه بتعدي منه وبتعدي من كل الاختبارات اللي بعده كمان، لحد ما بتقول الزعيمة انها كده مقبولة وبقت واحدة منهم خلاص. لكن الموضوع متوقف لو كانت في اي واحدة منهم معترضة، فبيقولوا لها ان كلهم موافقين ما عدا عمتها اللي بتقول ان كيلين ما ينفعش تكون منهم لانها بتخالف التعليمات بتاعتهم وبتستخدم سحر يوم الجمعة وبتتعامل مع الاطفال كويس واستخدمت السحر بتاعها قدام البشر اكتر من مرة. فبترد كيلين وبتقول لهم انها بتحاول تساعد المحتاجين زي ما ساعدت الستات في الغابة والبنت اللي بتبيع ورد، لكن عمتها بتقول لازم البشر يخافوا مننا علشان نفضل اقوياء. وبتفضل تقول للزعيمة ما ينفعش تقبل كيلين، وكلامها ده بيخلي الزعيمة وباقي الساحرات يوافقوا وبيقولوا ان فعلا كيلين ما ينفعش تبقى واحدة منهم الا لو اثبتت العكس. ولما بتسألهم ازاي تثبت العكس بتقول لها عمتها تحول فيرني وتوماس لصخور، فبتقول كيلين انها مش هتقدر تعمل كده. فبتقول لها عمتها انها لو ما عملتش كده هي اللي هتعمله بنفسها، وكلهم بيفضلوا يقولوا عليها ساحرة صغيرة وضعيفة وبيتريقوا عليها وبيختفوا كلهم بعدها. وساعتها بترجع كيلين البيت وهي زعلانة جدا من اللي حصل، وبتفضل تلوم إبريكسس وبتقوله ان هو السبب علشان هو اللي قالها لازم تعمل خير وتساعد الناس. وبتقول ان عمتها كان معاها حق لما قالت ان الساحرة لازم يكون عندها قطة مش غراب، وبتفتح الباب علشان تطرده. وإبريكسس بيكون مش مصدق نفسه انها هتتخلى عنه، لكنه فعلا بيخرج بره وكيلين بتقفل الباب وبتكون متضايقة جدا. وتاني يوم بتصحى من النوم وبتحس انها مفتقدة إبريكسس جدا وزعلانة انه مش موجود. وبعد شوية بتروح على أوضة توماس وفيرني علشان تحولهم لصخور، لكنها بتتراجع في آخر لحظة وبتقول إنها مش هتقدر تأذيهم. وبتخرج إزازة من جيبها فيها رماد وبتحوط السرير بتاعهم وبتقول لهم إن دي تعويذة حماية علشان محدش يأذيهم. وأول ما بتخرج من عندهم بتقابل عمتها واللي بتقول لها إنها كانت عارفة إنها ضعيفة، وبتقول لها النهاردة هتخلص ليلة والبريج وهتيجي تحولهم بنفسها. وكيلين بتبقى متضايقة جدا وبترجع البيت وبتفضل تقول انها من غير الكتاب بتاعها مش هتساوي حاجة. وساعتها بيجي لها فكرة وبتقرر انها تروح الحفلة وبتاخد معاها كبريت علشان تولع في الكتب بتاعتهم كلها، لكن المشكلة انها وهي خارجة الكبريت بيقع منها. وبتفضل تنادي على إبريكسس وبتطلب منه يسامحها على عملته وبتعرفه انها بتحبه وما تقدرش تستغنى عنه. وبتقوله يخلي باله من البيت لحد ما تروح بروكن ماونتن وتدخل حفلة ليلة والبريج. وفعلا بيطير إبريكسس وبيروح عندها على البيت وبيفضل يقول انه مسامحها ومش زعلان منها، لحد ما بيكتشف انها نسيت الكبريت بتاعها. وبعد شوية بتوصل كيلين على الحفلة وبتجمع كل الساحرات وبتستخدم تعويذة قوية جدا وبتسحب منهم كلهم المقشات بتاعتهم وبتجمعهم في مكان واحد. بعدها بتستخدم تعويذة تانية وبتستدعي كل كتب الساحرات دي من كل مكان في العالم وبتقول لهم انها هتولع في الكتب والمقشات بتاعتهم لانهم من غيرهم هيكونوا ضعفاء جدا. وفي الوقت ده بتقرر الساحرات انهم يهاجموا كيلين، لكنهم مش بيقدروا يستخدموا القدرات بتاعتهم بسبب ان مش معاهم مقشات ولا كتب. فبتستغل كيلين اللي حصل ده وان كلهم من غير قوة دلوقتي وبتحولهم كلهم لضفادع. واثناء ما هي بتضحك عليهم بيجي إبريكسس وبيديها الكبريت وبيقول لها انها نسيته، وكيلين بتفضل تحضنه وتقوله انها اسفة ومش هتعمل كده تاني. لكن وهم بيتكلموا بتكون عمتها هي الوحيدة اللي كانت مستخبية وما تحولتش لضفدعة وبتروح علشان تاخد الكتاب بتاعها وتهاجم كيلين، لكن كيلين بتشوفها وبتقول لها انها مش هتحولها لضفدع زيهم وبتحولها لكائن خليط ما بين المعزة والخنزير. وبيفضلوا هي وإبريكسس يضحكوا عليها وبيكونوا مش مصدقين نفسهم انهم موجودين في ليلة والبريج. وبتفضل كيلين ترقص لوحدها وبتكون مبسوطة جدا، توماس وفيرني بيشوفوا التعويذة وهي بتروح بعد ما الخطر اختفى من حواليهم وبيتفرجوا على كيلين وهم مبسوطين هم كمان. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.